الألوان عالم كبير ممكن يغير بيتك وحياتك كلها، عالم مليان أسرار وتفاصيل، اتعرف عليها ولون حياتك. غرفة المعيشة تحتاج ألوان منعشة ومبهجة، مثل الأصفر بدرجات اللافندر والوردي والليموني الفاتح، وممكن كمان الجمع بين لون هادئ ولون أكتر جرأة. أما غرفة الطعام فلأنها غرفة تجمع العيلة، يفضل استخدام الألوان الدافئة مثل البرتقالي والأحمر. ولأن المطبخ هو ساحة العمل، فالأزرق هو من الألوان المفضلة لأنه يساعد على السرعة والإنجاز. وغرفة النوم يناسبها الألوان الهادئة التي تبعث على الاسترخاء، وأفضلها الأبيض والأخضر. أما الحمام فهو الغرفة اللي هتسمح لك باستخدام ألوان مختلفة وظلال متنوعة بين السيراميك والأكسسوارات وطقم الحمام.